إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم في فيديو قانون آخر، هنتكلم على تعديل قانون المرافعات المصري اللي صدر مؤخرا في 5/9/2020، والتعديل بيحمل رقم 191 لسنة 2020. طيب، فحوى التعديل المرافعات إيه؟ بصراحة إن التعديل ده مهم جدا، يهم كل المهتمين بالقانون، يهم الناس المواطنين المدعين المدعي عليهم، كل واحد ليه دعوة في المحكمة، لأن ممكن تتفاجأ إن قضيتك تم إحالتها خلال الأيام القليلة القادمة، سواء أمام المحاكم الابتدائية، أصبح الاختصاص أمام المحكمة الجزئية، وبالتالي التعديل ده النهاردة هيحيل الدعوة بتاعتك في ظل تكدس القضايا وتكدس المحاكم، وأروقة المحاكم مليئة بكثرة القضايا وهموم الناس وهموم المواطنين. نفاجئ النهاردة حزب مجلس النواب المصري يصدر تعديل لقانون المرافعات، تعديل يحمل رقم 191 سنة 2020، بيغير اختصاص القيمي للمحاكم الجزئية كلها. اختصاص القيمي يعني ايه؟ انا عندي باختصار كده وببساطة شديدة جدا، انا عندي كل محكمة ليها اختصاص قيمي من ناحية قيمة الدعوة، اي مبلغ الدعوة في الدعاوى مقدرة القيمة. فكان عندي كان اللي قبل كده الدعوة أمام المحاكم الجزئية اللي هي الدرجة أول درجة أو الدرجة الأقل، بيكون الاختصاص بتاعها كان 100 جنيه بالنسبة لدعوة مقدرة القيمة 100 جنيه لغاية 40,000 جنيه، فكان الاختصاص المحكمة الجزئية. النهاردة جاء تعديل قانون المرافعات فبقى 100 جنيه لغاية 100,000 جنيه. فالنهاردة لو كنت حضرتك رافع دعوة قدام محكمة ابتدائية بقيمتها مثلا أكتر من 40,000 واحد، أصبحت من 1/10، لأن القانون أصبح واجب وساري النفاذ والمفروض من 1/10 وساري التطبيق من 1/10/2020، فتفاجأ حضرتك إن القضية تم إحالتها للمحكمة الجزئية، لأنها أصبحت بدءا من هذا التاريخ من اختصاص المحاكم الجزئية وليس المحكمة الابتدائية. ده التعديل. طيب، أكتر من 100,000 جنيه بقى من اختصاص المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، كان قبل كده 40,001، ده القانون القديم قبل 1/10 وقبل صدور القانون كان لغاية 40,001 محكمة ابتدائية، فأصبح طبقا للتعديل الجديد أكتر من 100,000 جنيه محكمة ابتدائية. فحضرتك النهاردة هو ده التعديل، عشان ما تفاجئش هتلاقي القضايا بقى رايحة وجاية وإحالات من المحكمة دي للمحكمة دي، من المحكمة الابتدائية للمحكمة الجزئية. ده تعديل قانون المرافعات اللي صدر في هذا التوقيت. كمان المشرع زود اختصاص القيمي لمحكمة النقض، فأصبحت الدعاوى التي يجوز الطعن فيها بالنقض دعاوى مقدرة القيمة، التي يجوز الطعن فيها بالنقد هي اللي تقدر قيمتها ب 250 ألف جنيه فما فوق، 250 ألف جنيه فما فوق. فالدعاوى اللي أقل من كده لا يجوز، طبقا لتعديل قانون مرافعات 191 لسنة 2020، هذه الدعاوى لا يجوز الطعن فيها بالنقد اللي هي أقل من 250 ألف جنيه. ده تعديل قانون مرافعات. حتى أخيرة بس قدام محكمة الجونة، حضرتك لما تيجي النهاردة تدعي مدني النهاردة عشان يجوز استئناف الدعوة المدنية بتاعتك، فما عادش النهاردة تقول 101,001 والكلام ده، عشان خاطر تستأنف دعوتك المدنية يعني لازم تطلب مبلغ أكتر من 15,000 جنيه. ده النقطة اللي أنا هقولها في دلوقتي في آخر الحلقة، اللي هو الاختصاص الحد أو النصاب الانتهائي للمحكمة، النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية أصبح 15,000 جنيه. يعني لو حضرتك رافع دعوة أقل من 15,000 جنيه وصدر فيها حكم المحكمة الجزئية، هذا الحكم أصبح نهائي بات لا يجوز استئنافه طبقا للقانون، لأن ده نصاب انتهائي. أقل من 15,000 جنيه لا يجوز استئنافه. فحضرتك لو في جرحة وطلبت الادعاء المدني وحابب أن أنت تستأنف دعواك المدنية، لو لا قدر الله المتهم
خد برائي اذا كنت مدعي بالحق المدني، يبقى هل تتفضل تطلب اكتر من 15,000 يعني 15,000 واحد عشان تعرف تستأنف دعواتك المدنية. وكان قبل كده النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية قبل التعديل ده كان 5,000، المشرع زود النصاب الانتهائي وخلاه 15,000 جنيه، فأصبح النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية نصاب انتهاء زي ما قلت حضراتكم ان لا يجوز استئنافه. لو حكم صادر في دعوة انت هيكون طالب 10,000 والمحكمة ادتك ال 10,000 او قضت برفض الدعوة في الحكم، لا يجوز استئنافه لان ده النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. اشكالية بسيطة عاملة اثارت كثير من الاشكاليات والنزاعات بين المهتمين بالشأن القانوني، اللي هو يعني واحد يقول لك طب انا طالب مثلا 60,000 جنيه والمحكمة ادتني 10,000 جنيه او 5,000 جنيه مثلا، انا يجوز ان انا استأنف ولا لا؟ طبعا القانون بيديك الحق ان انت تستأنف لان العبرة بما طلبه الخصوم وليس بما قضت به المحكمة. يعني كل طول ما هيكون طالب مبلغ اكتر من ال 15,000 جنيه حضرتك ليك الحق ان انت تستأنف. ده تعديل قانون المرافعات اللي صدر مؤخرا.